في النور الحقيقة تبان. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية في النور. زي ما قلت لحضراتكم في البداية، زيارة سيادة السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى واشنطن اليوم. هذه الزيارة التي تستغرق يومين هيقابل من خلالها نظيره الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي. كمان هيكون لي مجموعة من اللقاءات الخاصة برجال أعمال ومستثمرين حاليين في مصر أو يعني مقبلين على الاستثمار في الفترة المقبلة. زيارة هامة في توقيت مهم، هنتعرف على طبيعة تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهمية هذه الزيارة في هذه الفقرة مع دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بداية، أهمية زيارة سيادة السفير سامح شكري إلى واشنطن في هذه الأيام تحديدا. طبعا هي زيارة مهمة، وخلينا نقول أن العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات هامة طبعاً، ومرت بعدة تطورات. يعني لو تشوفي حضرتك مثلا، لو رجعنا لستينيات القرن الماضي، كان في فترة من التوتر في بعض الأحيان في العلاقات المصرية الأمريكية طبعاً. ثم في مرحلة أخرى جات في عهد الرئيس السادات اللي نسميها مرحلة الدفء في العلاقات المصرية الأمريكية. في المرحلة اللي أعقبت كده، واللي يعني بنسميها العلاقات الاستراتيجية. علاقات استراتيجية يعني علاقات هامة بتربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. تمام. واحنا بنفهم ده في إطار، لو تشوفي حضرتك، الولايات المتحدة هي القطب الوحيد في عالم اليوم حتى الآن. مصر قطب في المنطقة، خلينا نقول دولة إقليمية لها ثقل ولها تأثير في المنطقة اللي بتتواجد فيها. إذا نحن يعني احنا بنتكلم عن قطب أوحد أو وحيد على مستوى العالم، وقطب مؤثر في منطقته الإقليمية اللي احنا بنعيش فيها وهو مصر. طيب خليني أقطع حضرتك، يعني بعض الناس تستغرب، هل أمريكا ما زالت حتى الآن هي القطب الأوحد أو الأكبر على مستوى العالم؟ يعني عندنا الصين، عندنا روسيا، أين ذهبوا؟ طبعا في قوى أخرى مؤثرة، إنما يعني لو احنا نستخدم المصطلحات السياسية شوية، النظام الدولي بيمر بعدة مراحل. تمام. ففي مرحلة كان اسمها مرحلة الثنائية القطبية. الثنائية القطبية يعني كان في قوتين كبيرتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق. تمام. لما انهار الاتحاد السوفيتي السابق، فأصبحنا إزاء قطب واحد مؤثر في عالم اليوم اللي هو الولايات المتحدة، دون أن يمنع هذا يعني أن في دول أخرى لها تأثير، سواء كان هذا التأثير اقتصادي، تأثير سياسي، واللي تفضلت به حضرتك يعني أنا متفق معك تماما، الصين مؤثرة، روسيا مؤثرة، إنما ما زلنا يعني حتى اللحظة اللي هنتكلم فيها دي في تصنيف النظام الدولي هو نظام القطب الواحد. ده ما يمنحش أن ممكن في فترة قادمة، ممكن في بعد سنوات قليلة، ربما تظهر أقطاب أخرى، أو وبالتالي يعود النظام مرة أخرى إلى فكرة الثنائية أو حتى فكرة التعددية اللي بيسموها تعددية الأقطاب. فكل ده وارد، إنما يعني لو احنا بنتكلم بطريقة يعني موضوعية، فما زالت الولايات المتحدة حتى الآن هي القطب الأكثر تأثيرا في العالم حتى الآن. يعني ممكن يتغير، ممكن تحصل تغيرات. فأنا بقول إن العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات مهمة للأسباب اللي أنا قلتها، إن مصر دولة مؤثرة في إقليمها، الولايات المتحدة دولة مؤثرة في العالم ككل. إحنا أيضا يعني أنا عاوز أشير إلى حاجة، وطبعا الولايات المتحدة باعتبارها زي ما اتفقنا قطب كبير أو القطب الوحيد في العالم اليوم، بتهتم بالعالم كله ومناطقه المختلفة، ومنها المنطقة اللي إحنا عايشين فيها طبعا، المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. طيب تلاقي حضرتك لو نتكلم عن الدول المؤثرة الإقليمية في المنطقة، فهتلاقي حضرتك إيران، تركيا، مصر، إسرائيل. طيب اللي بيعطي لهذه الزيارة أهمية من وجهة نظري، يعني تلاقي حضرتك إن في الآن توتر في العلاقات الأمريكية التركية طبعا، والعلاقات الأمريكية الإيرانية طبعا. يعني لسه كان بيتقال النهارده قبل ما أجي على طول توقيع عقوبات، كان في أخبار عن عقوبات بتفرضها الولايات المتحدة وكده. طيب العلاقات الأمريكية التركية متوترة أيضا، وده لأسباب مختلفة ومتعددة أدت إلى، ومنها يعني ربما في صفقة دفاعية عسكرية أخذت اسمها S-400
عقدتها تركيا مع روسيا. ربما في أسباب أخرى تتعلق باحتجاز رجل دين وكل هذه الأشياء بتؤدي إلى نوع من التوتر في العلاقات التركية الأمريكية. الغريب في كده أن تركيا عضو في حلف الأطلنطي، وبالتالي يعني أنا عاوز أقول هنا أن الولايات المتحدة علاقتها ليست على أكمل وجه مع دولتين مؤثرتين، إيران وتركيا. وبالتالي هنا بتأتي بقى أهمية توطيد العلاقات أكتر مع مصر. بالضبط كده. يعني أنا من وجهة نظري أن هذه الزيارة لها أهمية في هذا الإطار، يعني في إطار يعني ليس فقط العلاقات المصرية الأمريكية الثنائية، وإنما أيضا في إطار ما يحدث من تطورات ومن تداعيات في المنطقة اللي احنا فيها. فده بيعطي للزيارة أهمية. طبعا في هذه الزيارات بيبقى في نقدر نقول مستويين من القضايا اللي بتبحث، وخصوصا أن يعني زيارة السيد وزير الخارجية هتستغرق يومين يمكن بالزبط. في الولايات المتحدة فبيبقى في نوعين من القضايا. النوع الأول بيسمى القضايا الثنائية اللي هي ذات الاهتمام المشترك. لا، الثنائية يعني اللي بتهم مصر وأمريكا فقط كدولتين. فدي بيسموها ثنائية. إنما في قضايا أخرى بتهم مصر وأمريكا ولو إنها ليست أمريكية بحتة ولا مصرية بحتة، دي اللي بيسموها قضايا ذات اهتمام مشترك، اللي هي زي الشأن السوري والليبي والعراقي والقضايا دي، الملفات المختلفة اللي مفتوحة في المنطقة. يعني الملف السوري، الملف الليبي، التطورات المختلفة في يمكن من وجهة نظر أيضا يعني قضية مهمة قد تكون مسار للبحث أو يعني موضع للبحث، اللي هي الملف الفلسطيني، القضية الفلسطينية اللي مصر ليها دور كبير فيه. طبعا مصر ليها دور كبير فيه قوي، والولايات المتحدة ليها دور كبير فيه أيضا في فترات سابقة. إنما في أيضا تطورات حدثت في الفترة الأخيرة، والقانون اللي صادر في إسرائيل ويهودية الدولة. طيب دي ربما بتضع عوائق أمام قيام دولة فلسطينية طبعا، وعوائق أمام تحقيق السلام في المنطقة. لأن القضية الفلسطينية لها تأثيرها الكبير ومرتبطة بقضايا متعددة ومختلفة في المنطقة. إذن يعني أنا وجهة نظري ربما يكون هذا الملف أيضا من الملفات التي يمكن أن تبحث في هذه الزيارة. وكل ده اللي احنا بنسميها يعني علاقات أو قضايا ذات اهتمام مشترك بتهتم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وتهتم بها مصر ولو إنها ليست مصرية بحتة ولا أمريكية بحتة. الجانب الآخر من القضايا المتوقع بحثها اللي بيسموها القضايا الثنائية. قضايا ثنائية يعني القضايا اللي بتهم مصر وأمريكا كدولتين. يعني نتكلم مثلا عن التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التعاون العسكري، طبعا التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة. واحنا عارفين طبعا ان وفقا لاتفاقية كامب ديفيد كان في يعني تفاهمات على ان في مساعدات، انا مش عاوز اسميها معونات، انما هي مساعدات بتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر، سواء المساعدات دي كانت نقدر نسميها اقتصادية أو عسكرية، يعني الجانبين الشقين كلاهما وارد. وخصوصا أن احنا الزيارة دي بتأتي بعد تقريبا عدة أيام من رفع الحظر على 195 مليون دولار كانت مساعدات محجوبة عن مصر. صحيح. وبالتالي ربما أيضا في هذه الزيارة يتم الدفع بقى في طريق مزيد من توثيق العلاقات المصرية الأمريكية. ربما دي يعني كلها قضايا قد يتم بحثها. ربما أيضا من أهمية هذه الزيارة في رأيي إنها ليست فقط مجرد لقاء بين وزير خارجية المصري ووزير خارجية الأمريكي، إنما في لقاءات أخرى مختلفة ومتعددة. يعني هيبقى في لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، ربما هيبقى في لقاءات طبعا مع أجهزة الإعلام، وده أمر متوقع حدوثه بالتأكيد. ربما هيبقى في لقاءات، ودي مهمة أوي الحقيقة، مع مراكز بحثية. يعني تعرف حضرتك المراكز البحثية في الولايات المتحدة لها تأثير كبير، الثينك تانكس بالضبط كده، هي اللي بتصنع السياسة ويتم الاعتماد عليها والاسترشاد بيها. إذا يعني متوقع أن يكون هناك أيضا لقاءات مع هذه المراكز البحثية ومع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية طبعا. وده الجانب الاقتصادي بقى، يعني العملية مش جانب سياسي وبس أو جانب عسكري فقط، إنما في أيضا الجانب التجاري في الموضوع.
تعريف يمكن بفرصة الاستثمار في مصر. الاستثمارات الأمريكية اللي موجودة في مصر إيه اللي وده اللي أعلن أنه هيتقابل مع المستثمرين اللي بالفعل ليهم استثمارات في مصر واللي يعني ما يعرفوش كتير عن مصر لاكتزابهم بالضبط لاكتزابهم واكتزاب مزيد من الاستثمارات إلى مصر. أنا عاوز أقول أيضا أن في مجال أهمية العلاقات المصرية الأمريكية في صيغة اسمها صيغة 2+2 بالضبط 2+2 اللي هي يعني وزيري الخارجية والدفاع من الدولتين بالضبط ودول بيلتقوا على فترات يعني متكررة يعني مش مرة وخلاص ففيها يمكن فكرة المؤسسية طبعا كان في لقاءات بين على مستوى القيادة السياسية بين الدولتين في فترات سابقة فكل ده بيعطي يعني أهمية لهذه الزيارة سواء من الجانب المصري أو من الجانب الأمريكي. أنا عاوز أقول أيضا يعني في رأيي ليس المطلوب أن يكون هناك تطابق تام طبعا بنسبة 100% مش معقول وكان واضح جدا يعني بعد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان في اعتراض ورفض واضح من القيادة المصرية ونشر هذا في بيانات رسمية عديدة وكان واضح أنه الرأي مغير تماما لرأي أمريكا. ده صحيح يعني أنا عاوز أقول إيه في العلاقة بين أي دولتين يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن مصر وامريكا انما بصفه عامه في العلاقات الدوليه بصفه عامه مش يعني صعب تحقيق او يعني ربما يكون مستحيل ان يكون هناك تطابق تام بنسبه 100% صعب انما ربما يعني ما يتم السعي اليه ان يكون هناك توافق في قضايا مختلفه ان تكون درجه التوافق اكبر من درجه الاختلاف يعني هو ده اللي بتسعى اليه الدبلوماسيه في اي دوله في الدنيا أن تحقيق مزيد من التوافق مزيد من التفاهم ربما يكون هناك اختلاف حول بعض الأمور ولكن في النهاية المكسب أن تكون التوافقات والتفاهمات وما هو مشترك أكبر مما يفرق أو أكبر مما يحدث اختلافات. طيب وإن كنا نتحدث عن علاقات مشتركة ومتبادلة على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب العسكري وعلى جوانب أخرى إلى الآن يعني لم نرى تعاون اقتصادي ملحوظ بشكل كبير من قبل الإدارة الأمريكية في مصر يعني إحنا عندنا مشروعات بتقوم بها دول كبيرة زي روسيا مشروعات تخص ألمانيا فرنسا في مصر لكن التواجد الأمريكي بشكل في كثافة استثمارية مش موجود في مصر ليه؟ طبعا هو شوفي حضرتك في يعني اسباب متعدده ربما قد لا ترتبط بمصر كدوله وانما ربما بترتبط بالتطورات اللي بتحصل في المنطقه ربما ترتبط بما يتواجد في المنطقه من تداعيات في بعض الدول يعني مش مصر هي السبب الوحيد انا عاوز اقول ايضا ان ربما الرئيس ترامب ومن ثم جه الحقيقه هو بيتعامل في السياسة بالعقلية الاقتصادية أو بعقلية رجل الأعمال طيب احنا دايما بنقول في الاقتصاد يتقال ان رأس المال جبان يعني رأس المال جبان يعني متخوف بيتخوف شوي اذا ربما يعني هو يعني قد يعني في اعتقادي يعني أو في تقديري ربما قد لا يكون الأمر بيعبر عن اتجاه ثابت يعني عدم التنشيط الاستثمارات بقدر ما هو يعني ربما مهلة من الوقت أو كده للتيقن يعني من أن العائد جيد أن الأمور مهيئة في المنطقة فربما قد يكون ده التفسير إنما يعني ما هو أهمية هذه العلاقات واللقاءات ما هي بتدفع في هذا الاتجاه يعني زيارة السيد وزير الخارجية سامح شكري للولايات المتحدة الأمريكية ما هو ده تعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وهي فرص واعدة طبعا وإن هذه الفرص لها عائد جيد وهو ده اللي بيشجع أي مستثمر يعني أي مستثمر عاوز يحصل على عائد جيد إذن هذه اللقاءات يعني هذا اللقاء مثلا من مع وزراء خارجية المصري والأمريكي ولقاءات سابقة ولقاءات لاحقة بعد كده ما هو ده بيدفع في هذا الإطار بيدفع نحو تشجيع المستثمرين الأمريكيين على المجيء إلى مصر والتعريف بالفرص الواعدة في مصر وأنا عاوز أقول حتى أن الأمر ربما لا يتعلق بالجانب الحكومي والرسمي فقط وإنما في أيضا الجانب الاقتصادي الاقتصاد الخاص يعني رجال الأعمال مستثمرين ما لهمش علاقة بالإدارة الأمريكية بالضبط كده
وبالتالي الهدف أيضا إقناع هؤلاء المستثمرين القطاع الخاص الأمريكي رجال الأعمال الأمريكيين إن في فرص واعدة في مصر، إن الاستثمار في مصر بيؤتي عائد جيد عائد مجزي، وده اللي بيهم أي رجل أعمال، هو عاوز إن استثماراته تعود إليه بالنفع مرة تانية. بالضبط كده، فدي فرصة أيضا من خلال هذه اللقاءات وما يماثله، يعني دي زيارة للسيد وزير الخارجية، ممكن بعد كده نقول مثلا زيارة بين وزراء الاستثمار أو لقاء مع وزراء الاستثمار وهكذا. إذن كل دي بتسير في أو بتدفع في نفس الاتجاه وهي متكاملة في رأيي. طيب احنا كمان كان عندنا زيارة مهمة بالأمس، ولكن هذه الزيارة لمصر المرة دي زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى مصر، وكان في امبارح مؤتمر صحفي وكان في لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع نظيره المصري أيضا سيادة سفير سامح شكري. الحقيقة أنه يعني تم التطرق لعدد كبير من القضايا اللي بتخص مصر وإيطاليا، زي قضية مقتل جيني، والرئيس أكد أنه يعني لا بديل عن أنه العدالة تأخذ مجراها في هذا الملف أو هذا الإطار. اتكلموا عن القضايا اللي بتخص الدولتين وبتأثر بشكل مباشر على أمن الدولتين زي القضية الليبية، اتكلموا عن حرس السواحل، اتكلموا عن قضية الهجرة غير الشرعية، قضايا كتير جدا كانت مطروحة على ملف المناقشة ما بين وزير الخارجية والسيد الرئيس. تعقيب حضرتك على هذه الزيارة وأهميتها أيضا والملفات اللي تم طرحها. طبعا يعني هي زيارة مهمة الحقيقة. أنا عاوز أقول أيضا أن العلاقات المصرية الإيطالية علاقات متميزة طبعا، سواء نظرنا إليها من الجانب الحضاري، من الجانب الثقافي، من حتى الموقع، يعني كلاهما من دول البحر المتوسط. بالظبط. من حيث القضايا اللي بتهددهم، في تهديدات مشتركة، نتكلم عن الإرهاب، نتكلم زي ما قلت حضرتك حالا عن الهجرة غير الشرعية. ما الهجرة غير الشرعية دي طبعا نتيجة للتطورات اللي بتحصل في بعض دول المنطقة والصراعات الداخلية والحروب الأهلية وكده، بتتزايد موجة الهجرة غير الشرعية. طيب الهجرة غير الشرعية دي بتأتي يعني من خلال البحر المتوسط وبتذهب إلى دول في البحر المتوسط، يعني منها إيطاليا، اليونان وهكذا. وبالتالي إيطاليا معنية أيضا بكثير من هذه الأمور اللي بتهم الدولتين، بتهم مصر وبتهم إيطاليا، موضوع الهجرة غير الشرعية، موضوع الإرهاب، موضوع التطورات اللي بتحصل في المنطقة، الملفات الساخنة المطروحة وما يحدث فيها من نقول تداعيات، كل ده بيهم الدولتين، إضافة طبعا إلى أيضا فكرة العلاقات الثنائية المباشرة والاستثمارات، وإيطاليا لها بالمناسبة لها استثمارات في مصر. طبعا يعني مصر بتسعى إلى زيادة هذه الاستثمارات، وربما أيضا فكرة التصدير، يعني هل إمكانيات زيادة إمكانيات التصدير المصري لإيطاليا، تعاون في مجالات مختلفة، تعاون في مشروعات مشتركة، فكل دي أيضا جوانب بتهم الدولتين، وتم يعني تم بحثها في هذه الزيارة. لكن تحديدا الأزمة الليبية، وإلى الآن وإن كانت في خطوات على طريق يعني تجميع شتات الدولة الليبية، ولكن الخطوات اللي محسوسة خطوات بطيئة جدا، وطبعا ده بيدفع بالكثيرين للاحتماء داخل ليبيا. وإحنا شفنا تصريحات كتير لقادة من داعش، يعني كانوا بيعلنوا عن أنه سرت الليبية هي أصبحت مكان آمن ليهم، وأن في كتير من العناصر المسلحة موجودة هناك، وطبعا فكرة تهريب الأسلحة وما إلى ذلك. إحنا فين من القضية الليبية والدول الجوار الليبي ايضا؟ وانا عارفه ان كان في اليات تشاور مشتركه ما بين دول الجوار الليبي، لكن بقى ايضا غير مفعله حتى الان. يعني شوفي حضرتك دي نقطه مهمه قوي، وانا عاوز اقول يعني الفكره كنت بقولها في البدايه اللي هي ارتباط القضايا بعضها البعض. يعني تلاقي حضرتك لما ينحصر الارهاب في سوريا ربما يتجه الى مكان اخر، قد يكون هذا المكان الاخر هو ليبيا مثلا. طبعا ليبيا فيها تداعيات كتير. انا عاوز اقول ايه، الحل في رأيي يبدأ من الداخل، يعني وليس من الخارج. طبعا الخارج ممكن يكون له تأثير، إنما لابد أن يأتي الحل من الداخل في كل القضايا المطروحة، يعني سواء السورية أو الليبية أو كده. التوافق الداخلي هو البداية للحل، وهو بداية لإنجاح الجهود الدولية أو الإقليمية. يعني شوفي حضرتك، هي الأزمات دي حصلت إزاي؟ حصلت نتيجة لصراعات داخلية البداية بتاعتها، ثم استغلت من أطراف أخرى، سواء الأطراف الأخرى دي إقليمية أو دولية. طبعا يبقى بنفس المنطق، لو احنا عاوزين نحل
يبقى الحل يبدأ من الداخل، ثم يعني يحدث توافق داخلي، وعندما يحدث التوافق الداخلي بتأتي بقى مرحلة الجهود الدولية والجهود الإقليمية في الموضوع. إنما إذا كان هناك نوع من عدم التوافق والصراع الداخلي، إحنا عندنا حكومتين وعندنا فصائل مسلحة، بالضبط كده، إذن يصعب أن تنجح الجهود الدولية أو الإقليمية وحدها. عشان كده نقول إن نقطة البداية وفي مختلف القضايا والملفات اللي في المنطقة عندنا، على الأرجح أن من الأفضل أن تبدأ من الداخل، ثم بعد كده يتم الاستعانة بقى بجهود دولية أو جهود إقليمية أو كده. هو ده اللي بيحصل كمان على مستوى القضية الفلسطينية، يعني مصر لما بتستضيف وفود حماس وفتح، ويمكن ده حصل من الأسبوع اللي فات، كانت آخر وفد زار مصر من حماس ومن فتح كان الأسبوع اللي فات، في محاولة لتوفيق الآراء يعني، ومحاولة إقناعهم بالرؤية المصرية للمصالحة، لأنه إذا لم شتات الداخل الفلسطيني أيضا الجهود الخارجية لن تؤتي ثمارها. طبعا، ودي الفكرة اللي بقول لحضرتك عليها. يعني إسرائيل لفترة طويلة كانت تقول، يعني سنوات سابق تقول إن مش هي اللي تعطل الوصول إلى اتفاق أو الوصول إلى حل سلمي، تقول نتفاوض مع من؟ هم فين الفلسطينيين؟ يعني عاوزين هو تلكيك، وحتى لو وجد، يعني أنا قصدي إن بيعطيهم حج، يدي لإسرائيل حج. طب إسرائيل بتقول إحنا عاوزين نتفاوض، طب نتفاوض مع مين؟ نتفاوض مع حماس ولا مع فتح؟ إنما أنا عاوز أقول أيضا إن مصر بذلت جهود كبيرة قوي في القضية الفلسطينية، وعبر نقول عقود، يعني من سنة 48 الحقيقة وحتى الآن بذلت جهود كبيرة، سواء في وقت الحرب، شوفي حضرتك الحروب اللي خضتها مصر 48 و56 و67 و73، أو في وقت السلم، ما هي مبادرة السلام ما هي جت من مصر. وعملية السلام يعني أنا عاوز أقول أيضا لم تكن سهلة، يعني الوصول إلى السلام بين مصر وإسرائيل لم يكن عملية سهلة، كان عملية شديدة الصعوبة. عشان كده كانوا بيسموها حتى معركة السلام، ولو تشوفي حضرتك المذكرات اللي نشرت تبين صعوبة العملية التفاوضية اللي كانت بتحصل في كامب ديفيد، وتكرر عدة مرات إن الرئيس السادات عاوز يرجع مصر يقطع المفاوضات لصعوبة وتشدد الجانب الإسرائيلي، ويقعدوا يعني ممكن نص يوم أو يوم يقعدوا يتفاوضوا على كلمة تحذف ولا تفضل أو حرف، يعني شو وفود ودبلوماسيين ورؤساء، ومع ذلك يعني كانت العملية صعبة قوي. عشان كده تكرر عدة مرات الرئيس السادات عاوز يرجع القاهرة تاني ويقطع المفاوضات، إنما كان الرئيس الأمريكي كارتر يمكن يعني بيدي أكثر حلما، يعني بيدي نوع من الأمل في إمكانية إنجاح المفاوضات. عشان كده يعني أنا بقول إن العملية التفاوضية والمفاوضات مع إسرائيل كانت معركة، ما كانتش حاجة سهلة، وقعدت يمكن يجي حوالي أسبوعين وزيادة، وده يعني ما فيش عملية تفاوضية، مش من المألوف قوي إن المفاوضات بتقعد أسبوعين وبهذا الشكل وبهذا المستوى وبهذه الكيفية. المفاوضات بتبقى ساعة ساعتين لقاء إلى آخره. فده بيدل، يعني أنا كنت الفكرة اللي بقولها إن مصر بذلت جهود كبيرة قوي في الإطار القضية الفلسطينية، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب وحتى الآن. يعني مصر بذلت الحقيقة في السنوات الأخيرة جهود كبيرة قوي لتحقيق المصالحة الفلسطينية. إنما في أيضا بيأتي ما يعقد الموقف، يعني قوانين اللي أصدرتها إسرائيل مؤخرا وكده بتعقد الموقف. والداخل الفلسطيني أيضا، ما هو منظمة التحرير فتح يعني متمسكة ببعض الأشياء اللي من شأنها بتقوم حماس برفضها، وبالتالي نفضل نتفاوض مين هيمسك الحكومة، مين وضع الموظفين، مش يعني كلام كتير قوي. والاختلاف الداخلي بيأتي على حساب المصلحة الأساسية. بالزبط. يعني هي المصلحة الأساسية، هو إيه المطلوب من الجانب العربي، من الجانب الفلسطيني ومن الجانب المصري؟ أن تقوم بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعلى المناطق اللي احتلت في 67، هو ده الهدف. فكل ما يحدث من نقول صراعات داخلية أو كده بيعوق تحقيق الهدف. كل ما يصدر عن إسرائيل يعني من قرارات وآخرها ما حدث مؤخرا بيعوق تحقيق الهدف، وهو إقامة الدولة الفلسطينية. وأنا عاوز أقول أيضا في حاجة لازم تؤخذ في الاعتبار، سواء من إخواننا الفلسطينيين أو من العرب أو كده، إن مرور الوقت ليس في المصلحة. يعني
الوقت أو الزمن ليس في المصلحة. كل ما بيعدي الزمن بتتعقد أكتر، بتتعقد أكتر، بتزيد المستوطنات، بتقل المساحة اللي ممكن تقام عليها الدولة الفلسطينية، يكون الأمر الواقع فرد بشكل كبير. بالضبط. طيب، وإن كنا نتحدث عن أمن المنطقة، وإن كنا نتحدث عن محاولات مصرية لحل القضية الفلسطينية، طبعا ده بيؤرق البعض. يعني من عدة شهور كده كان تم الإعلان عن ما يسمى بصفقة القرن، وبعدين بصينا لقينا أنه الموضوع تطور بحيث أنه مستشار الرئيس الأمريكي يجي مصر ويروح الأردن ويروح إسرائيل في جولة كده مكوكية، يستنبط أو يستشعر ردود الأفعال هتكون إيه. وبعدها بمدة تخرج مجموعة من الشائعات أو التسريبات تقول أنها كانت مجرد بالون اختبار. رأي حضرتك فيما يسمى بصفقة القرن، وهل هي واقعية أم لا، وهل في حد ممكن يوافق عليها، وهل أمريكا ستمضي قدما في تنفيذها ولا كان مجرد بالون اختبار؟ شوفي حضرتك، الموقف المصري ثابت في هذا الشأن، والموقف الفلسطيني ثابت، ودول يعني دي الأطراف اللي بيعنيها الأمر، الفلسطينيين ومصر والدول العربية. يعني الموقف هنا هو المشترك، يعني أن تقوم دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت في 67، وده وفق يعني في قرارات دولية، وفي قرار 242، وفي قرار 338، وفي عديد من القرارات اللي صدرت في هذا الشأن واللي وافقت عليها الولايات المتحدة نفسها، وفكرة حل الدولتين، وكل هذا الكلام. إذن كل هذه الأشياء وكل هذه المشروعات وكل هذه المبادرات بتدور في إطار دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. هو ده الموقف المصري الثابت في الموضوع. تمام. طبعا في ممكن إشاعات، ممكن أطراف مغرضة إلى آخره، إنما إحنا بنرجع دايما للثوابت. الثوابت في الموقف المصري هي إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت في 67 من جانب فلسطين، يعني في غزة والضفة، يعني المناطق الأراضي التي احتلت في 67، وأن تكون العاصمة القدس الشرقية. بس زي ما بقول لحضرتك، دايما بتيجي حاجات بتعقد، يعني نقل السفارة، فكرة نقل يعني السفارة ده خلى الأمر شبه مستحيل، القانون اللي أصدرته إسرائيل. هو ده بيخلي أيضا الفكرة صعب تهيئة. فعشان كده أنا كنت أقول لحضرتك أن مرور الوقت ليس في المصلحة. يعني وحتى كان في البعض بيقول يعني أن مبادرة الرئيس السادات كانت في البداية مش خاصة بمصر وإسرائيل فقط، إنما دي كانت يعني إطار لاتفاق شامل بيشمل الفلسطينيين. إزاي؟ يعني كان في اتفاقية كامب ديفيد في بدايتها، يعني كان في محاولة للوصول إلى حل لقضية الفلسطينيين وإنشاء دولة فلسطينية. ده من ضمن التفاوض أو من ضمن بنود التفاوض، يعني من ضمن المعاهدة نفسها كانت في الأصل كده. تمام. طيب، هي تحولت من الناحية الواقعية إلى اتفاق ثنائي أو معاهدة ثنائية بين مصر وإسرائيل. السبب في كده إيه؟ السبب في كده إن الفلسطينيين اعترضوا اعتراض شديد، واتهموا الرئيس السادات في وقتها، يعني ووجهت الاتهامات إلى الرئيس السادات وكده، ورفضوا أي يعني نوع أي شيء من التوافق في هذا الشأن، رفضوا فكرة التفاوض. يعني الرئيس السادات تفاوض واستعاد الأرض المحتلة من سيناء من خلال مفاوضات، طبعا بعد معركة كبيرة، يعني الجيش المصري انتصر فيها، إنما كهذا الانتصار هو اللي حرك المفاوضات. ما هو دايما بيتقال في السياسة إيه؟ إن السياسة والعسكرية مرتبطين، وإن يعني هو إمتى بتبتدي الحرب؟ في أي حتى في الدين، الحرب تبدأ عندما يفشل الساسة، لما الساسة السياسيين يعني يفشلوا في الوصول للاتفاق تحصل الحرب. طيب، وبعد الحرب إزاي تنتهي الحرب؟ تنتهي الحرب لما يبدأ السياسيين في التفاوض مرة أخرى. ده اللي حصل. يعني فايت كام ديفيد، ما هذه كانت إن السياسة استمرار للحرب، إحنا حاربنا، انتصرنا، بدأنا المفاوضات. طيب، فين الفلسطينيين رافضين؟ دي أنا في رأيي إن دي كانت فرصة مهمة ضاعت، كان ممكن الوصول إلى حل للفلسطينيين. أنا عاوز أقول أيضا إن في تلك الفترة لو كان الفلسطينيين يعني مرتبطين بهذا الاتفاق وافقوا عليها في تلك الفترة،
كان قوتهم التفاوضية أكتر، يعني هم بيتفاوضوا، يعني مصر بتتفاوض والفلسطينيين بيتفاوضوا، فيبقى عندهم هنا نقدر نقول أوراق ضغط. إنما يعني فرصة وعدت، وحتى في فرص كتير حقيقة في القضية الفلسطينية. هقول لحضرتك فرص كتير قوي عدت، وللأسف القادة الفلسطينيين في خلاف دائم مع بعضهم البعض، ده بيضعف فرص اتفاقهم وبيضعف فرص إقناعهم للعالم بأهمية قضيتهم. وبيتقال دايما يعني على القضية الفلسطينية إنها قضية الفرص الضائعة. يعني كان في قرار تقسيم من الأمم المتحدة سنة 47 وإقامة دولة فلسطينية ودولة يهودية ورفضت. جات يعني النموذج اللي أنا كنت لسه بقوله بتاع مبادرة السلام للرئيس السادات ورفض من الجانب الفلسطيني. وبعدين ربما بيرجعوا، يعني بيتم الرجوع في مرحلة لاحقة إلى نوع من التقبل أو كده. إحنا هم شايفين أنه الزحف قائم وبقى أصبح أمر واقع، فاللي ما كناش راضين بيه قبل كده يعني مش طايلينه دلوقتي. أو لو إحنا عاوزين نقبل اللي كان قبل كده بتكون الفرصة مرت. ده حقيقي. أنا بشكرك جزيلا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شرفتنا ونورتنا واتكلمنا في العديد من الملفات المهمة الحقيقة. ما خليناش حاجة. بشكرك جزيلا يا شكرا فندم، شرفتنا لحضرتك. ونورتنا. شكرا لحضرتك. بعد الفاصل وقانون الضرائب العقارية، خليكم معنا.